امبارح كان في مباريات مهمة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 الأولى، جمعت بين منتخبين فرنسا وبولندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. جمعت المباراة الثانية بين الدنمارك وصربيا وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. أما المباراة الثالثة فكانت ما بين هولندا والنمسا وانتهت بفوز النمسا 3-2. المباراة الرابعة جمعت بين انجلترا وسلوفينيا وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. كمان في مباراتين في كوبا أمريكا، الأولى جمعت بين كندا وبيرو وانتهت بفوز كندا 1-0، والتانية جمعت بين الأرجنتين وتشيلي. وهنعرف تفاصيل أكتر عن كل المباريات دي من الناقد الرياضي أمير نبيل الموجود معانا دلوقتي على الهاتف. صباح الخير يا أمير. صباح النور، تحية لحضرتك أستاذة هالة وكل المشاهدين. يعني في البداية كده كلمنا عن مباراة فرنسا وبولندا، شفت أداء المنتخبين إزاي في المباراة؟ بالتأكيد طبعا، يعني امبارح شفنا يعني كانت وجبة كروية دسمة. صحيح إن في بعض المباريات ما كانتش يعني بالقدر الكافي من المستوى الفني اللي احنا كنا نأمله، ولكن اكيد النتائج في حد ذاتها كانت مثيرة ما بين كل المنتخبات. يعني لو بدأنا بمباراة، حضرتك كنت بنتكلم عن اليورو اولا، معلش. ايوه فندم، يعني يمكن كان بداية طبعا مباراة اليورو، يعني النتيجة المفاجأة يمكن فوز النمسا على هولندا، يمكن دي أكتر مفاجآت الجولة. فما يعني ما كانش متوقع أن المنتخب النمساوي يفوز على نظيره الهولندي، خاصة أن آخر فوز للمنتخب النمساوي كان من 40 سنة. احنا خلينا نبدأ الأول بفرنسا وبولندا، خلينا الأول نشوف كده ماتش فرنسا وبولندا الأول، نمسكهم واحدة واحدة. فرنسا وبولندا بالتأكيد، يعني المنتخب الفرنسي يمكن كان فيه انتقادات من بداية مشوار البطولة أن هو يعني رغم أن هو تأهل قبل مباراة الأمس بالفعل ليه الدور الثاني، لكن لم يسجل ولا هدف، يعني حتى الهدف الوحيد عدل مع هولندا سلبيا، فاز على النمسا بهدف ذاتي للمنتخب النمساوي، فبالتالي لم يسجل حتى بنفسه اي هدف رغم كم الاسماء والنجوم. طبعا بنتكلم عن كيليان مبابي، بنتكلم عن جريزمان، بنتكلم عن عثمان ديمبلي، عن كثير من اللعيبه، تشواميني، كانتي، كل اللعيبه المتالقه مع انديتها بشكل كبير جدا، ومع ذلك المنتخب الفرنسي غير مقنع حتى الان. يمكن في مباراته امام المنتخب البولندي كان هو المبادر وتقدم عن طريق ركله جزاء سجلها كيليان مبابي اللي يسجل اسمه برضه في قائمه هدافي البطوله في هذه النسخه لاول مره، لكن الرد جاء متاخر من روبرت ليفاندوفسكي ايضا بنفس الطريقه بركله جزاء. المنتخب البولندي كان فقط حظوظه في التاهل قبل المباراه، فبالتالي يعني ما كانش بالنسبه له في دوافع كبيره، ولكن كان بيحاول على الاقل ان هو يبقى موجود في يعني حتى على الاقل يحقق نتيجه ايجابيه امام المنتخب الفرنسي. ولكن بشكل عام منتخب فرنسا يعني يمكن على مستوى دور المجموعات ما اقنعش بشكل كبير، ولكن الادوار الاقصائيه ربما تكون فصل اخر ويعني مستوى اخر من بطل العالم السابق وبطل اوروبا السابق. طيب نروح لمباراه الدنمارك وصربيا، شفت المباراه ازاي؟ تحليلك ليها وتعليقك على التعادل. يمكن الدنمارك وصربيا كان مباراة بطموح الفوز لكل فريق، خاصة ان يعني التعادل ربما يكون مقنع ومرضي بالنسبة لمنتخب الدنمارك وهو ما حدث، اما منتخب الصربي فما كانش عنده اي خيار اخر هو غير الفوز، لان كان عنده نقطة وحيدة، فبالتالي من الصعب ان هو يعني يتأهل بهذه النقطة، تبقى فرصته صعبة جدا. يعني خلاص فكرة التأهل بثلاث نقاط ربما تكون مرضية بالنسبة للمنتخب الدنماركي، حتى ولو كأفضل توالد في انتظار نتيجة انجلترا وسلوفينيا، ولكن يعني خدمته أيضا نتيجة المباراة الأخرى انجلترا وسلوفينيا، تأهل المنتخب الدنماركي في وصفه. منتخب الدنمارك قدم مباراة كبيرة في الجولة الثانية ضد انجلترا، فبالتالي حاول انه يثبت نفسه بشكل اكبر امام صربيا، امام ايضا سلوفينيا في الجوله الاولى كان متقدم، ولكن فقط تقدمه في الدقائق الاخيره. يعني اعتقد منتخب الدنمارك ايضا تاهله ليس مفاجاه للدور الثاني وتاهل في الوصافه، ولكن طبعا يعني في انتظار ما هو قادم في المرحله القادمه من البطوله بالنسبه لمنتخب الدنمارك، تبقى تنتظر مواجهه صعبه امام المنتخب الالماني. طيب مباراة بقى هولندا والنمسا، شفت ازاي فوز النمسا وهل ده كان متوقع؟
بالتأكيد يعني المفاجأة الكبرى لغاية دلوقتي مش بس في دور المجموعات، ربما على مستوى البطولة ككل، فوز عشان هولندا ده منتخب مفروض قوي جدا يعني. طبعا طبعا يعني يمكن المنتخب الهولندي من المنتخبات اللي ليها تاريخ صحيح الطواحين الهولندية تاريخ طويل في البطولة الأوروبية، يعني بطل سابق للبطولة، كون ان هو يخسر في هذه الجولة ربما ايضا يعني زي ما اتكلمنا على منتخب فرنسا لم يقنع في اول جولتين، منتخب هولندا ايضا بدأ مشواره في اليورو بتحويل تأخره امام بولندا الى الفوز بهدفين، ربما يعني البعض احتاج لمزيد من الاقناع من المنتخب الهولندي، رغم ان ايضا زي ما اتكلمنا عن منتخب فرنسا هو ايضا عنده عديد من النجوم اللي المفروض ان هم ينعكس لهم بشكل افضل في الملعب، ايضا بقياده المدرب المصادرم رونالد كومن، لكن منتخب الهولندي وبعد تعادله في الجوله الثانيه مع فرنسا سلبيا كان محتاج ان هو يعني يقدم ما هو افضل في المباراه امام النمسا، اما منتخب النمسا فالحقيقه رغم ان هو طب كلمنا سريعا عن مباراة انجلترا وسلوفينيا، شفت المباراة دي ازاي وشفت اداء المنتخب الانجليزي ازاي يا امير؟ يمكن من اقل المباريات فنيا الحقيقة، يعني مباراة يعني يغلب على الطابع الودي ما بين المنتخبين، منتخب سلوفينيا ربما لا يريد ان يعني يخسر هذه المباراة وكان يكفي التعادل، منتخب انجلترا ايضا فاز في مباراة وتعادل في اخرى فبالنسبة له الامور محسومة فيما يخص حسابات التأهل، يعني لم اشعر بان في رغبة كبيرة من المنتخبين في تحقيق الفوز، ما كانش في يعني امور فنية كبيرة او يعني ملامح فنية جيدة في اداء المنتخبين، وكان التعادل نتيجة منطقية وتعادل سلبي ربما نتيجة واداء، فبالتالي يعني ده ما يخص المنتخب الانجليزي اللي ايضا رغم الاسماء ورغم الـ يعني عدد كبير من النجوم ولكن كشأنه كشأن الكثير من المنتخبات في هذه البطوله لم يصل لمرحله كبيره من الاقناع. على العموم هي كرة القدم كده يعني زي ما بيقولوا يعني تبقى غير متوقعه. على العموم بنشكرك امير نبيل الناقد الرياضي.